ما تحطوش حدود لنفسكم، انتوا تقدروا على حاجات كتير اكتر بكتير من اللي انتوا تفتكروه. انت فاكر النهارده يوم عادي؟ لكن تيك توك بيراقبك. بيقرب منك ويقرب. الحاجة اللي لازم تعرفوها إنكم تحت السيطرة بشكل كامل. ها! أوه! هاي يا شباب! هو إيه اللي بيحصل هنا؟ واضح إننا هنقضي اليوم جوه التيك توك. أنا شفت تجربة السلايم دي. صبي صمغ في الكوكا، استني لحد ما صديقك يوصل واخلطيهم مع بعض. افتحي الإزازة. فوالا! آدي السلايم الأسود بتاعتك. انت كمان ممكن تجربها. صديقي سعيد انه يعيد تجربتي. ضيف صامغ، رج، وافتح. افتكر اني هقف هناك. اوبس، عملتها فيك يا صاحبي. انا عملت سلايم كوكاكولا بتاعي بدري. يا كيرلز، انت فين؟ في ابتكار حياة تيك توك طلع إن ممكن تعملي كيرلي شعرك بشرابات عادية. يلا نجربها. البسي الشرابات على راسك ويلا بينا. افصلي شعرك لنصين ولفي شعرك حوالين كل رجل زي ما في الفيديو. أتمنى إنها تنفع. ربطي الشرابات من تحت. والبسي الشورت كأنه برنيطة. واستني لمدة ساعة. خلينا نشوف عملنا ايه. للحظ السيء شعري ما بقاش كيرلي. ابتكار الحياة ده فشل. صاحبة الشعر الأحمر خلصت عمل ضوافرها حالا، لكنها محتاجة تحط مفاتيحها في سلسلة المفاتيح دلوقتي حالا. بلاش تفكري تعمليها أصلا، انت هتبوظي شغلي. اللي عملت الضوافر بتراقبك. يا ترى هعمل ايه؟ خلينا نشوف لو ابتكار حياة تيك توك ده هينفع. الناس الحكيمة بيقترحوا تحطي المفاتيح في سلسلة المفاتيح باستخدام شاليمو. خلينا نشوف هتتعمل ازاي. هنقطع قطع من عود شاليمو ونحطها في آخر الحلقة ونسحب المفتاح من فوق. مرروا المفاتيح في سلسلة المفاتيح ونخرج منها الشاليمو. نفعت. ده ابتكار حياة هايل لحماية ضوافري والمانيكير بتاعي. انت عايز تعمل شوية شاي معطر ولذيذ؟ لكن في الآخر لقيت ورق سلطة في بقك. ده اللي بيحصل لما الشاي بفتلة بيخلص. بطل تمضغ الأعشاب الخضراء. تيك توك حل مشكلتك من مدة طويلة. ابتكار حياة تيك توك ده بيقترح انك تغلي الشاي في الفويل. يلا نجربه. هنضيف فويل في مج ونعمل الشكل ده. نعمل شوية فتحات صغيرة بعود أسنان ونضيف الشاي ونضيف مية سخنة. استنى لحد ما يتنقع وبعدين شيل الفلتر الهاند ميد واستمتع بالشاي اللذيذ من غير أي حاجة بتعوم فيه. إحنا أثبتنا إن ابتكار الحياة ده بينفع فعلاً. أنا فعلاً عايزة أيلاينر متساوي، لكن لو كنتي مش مركزة يبقى لازم تقولي باي باي لحلمك. إلا شوفي بس تيك توك، في ابتكار حياة إزاي تعملي أيلاينر لنفسك باستخدام خيط الأسنان. اقطع قطعة خيط أسنان، ضيفي عليها أيلاينر وحطيها على جفن عينيكي بزاوية. نفعت. أيلاينر مستقيم ورفيع باستخدام خيط الأسنان. ابتكار الحياة ده نجح في الامتحان. أنا رايح ميعاد النهاردة، لكن تسريحة شعري مش مظبوطة خالص. مش مشكلة، تيك توك عنده ابتكار حياة بسيط ليا. لو مفيش جيل تصفيف شعر قريب منك، ممكن تسرح شعرك بديودرنت قديم. خلينا نشوف.
هستخدم عبوة الديودرنت بتاعتي وأعمل زي مصفف شعر تيك توك ما عمل. أنا هضيف عليه مزيل العرق القديم. شعري خلص لكنه لسه ممكن يبقى أحسن. على العموم ما تنسوش تحطوا مزيل العرق القديم في المكان اللي مفروض تستخدموه فيه. واتمنولي حظ حلو في معادي. الشيف الاقتصادي طالع لايف. لما يبقى مفيش عندكم طاسة قلية والزيت النباتي خلص منكم وعايزين فعلا تقلوا بيض لذيذ، استخدموا ابتكار الحياة ده. احنا شفنا ده على تيك توك. هنضيف دايرة فويل على عين بوتاجاز كهربا ونغطيها بورقة زبدة. اكسروا بيضة واستنوا لحد ما تتقلي. ضيفوا ملح وفلفل للطعم. اتنوا أطراف الفويل والورقة بعد ما تستوي. وفوالا، طبق بيضة مقلية سخنة قدامكم. حافظنا على الأطباق والزيت. بوسة من الشيف. هاي يا شيف يا مقتصد، يا ترى أعمل إيه لما يبقى مفيش عندي غير بيض؟ لكن أنا زهقت وتعبت من قليهم. شوفوا ابتكار حياة تاني من تيك توك. الناس الأذكية بيقترحوا عمل نودلز بيض من الدقيق والبيض. يلا نجربه. نخلط الدقيق مع 5 بيضات في بولة. نمزج الخليط بالراحة بمضرب بيض ونصبه في كيس ونعمل فتحات بعود أسنان. نعصر الخليط في مية بتغلي. طيب خلينا نشوف عملنا إيه. أنا عملت كتل مهروسة غريبة شكلها شبه البوري. لو دي نودلز فشكلها عامل زي ما يكون في حد لسه واكلهم وتفهم من بقه. شكلها مش حلو زي دي خالص. ابتكار الحياة ده فشل. شكرا يا شيف يا مقتصد. تحدي السبلات. شوفوا انا اقدر اعمل ايه. انتوا بتسموا ده سبلات؟ شوفوا انا اقدر اعمل ايه. دلوقتي ده السبلات الحقيقي. وبس، واضح ان في حد بيغش. انت استخدمتي ابتكار حياة تيك توك. ده مش سبلات، دي رجل مزيفة في بنطلونك. ده مش عادل. فروفرو صاحبتي مهووسة بحبل السويت شيرت بتاعي وخرجتها من الهود. ده جميل، لكن ازاي هرجع الحبل مكانه تاني؟ خلينا نشوف تيك توك بتقول ايه. نستخدم شاليمو؟ طيب خلينا نجرب الابتكار البسيط ده. هنمرر الحبل في شاليمو ونضيف الشاليمو في فتحة الهود ونمرر الشاليمو بالحبل من الهود ونخرجها من الناحية التانية. هايل، ابتكار الحياة ده شغال فعلا. النودل سريعة التحضير بتاعتي خلاص قربت تجهز. اوه لا، للحظ السيء الكهرباء اتقطعت. اكل نودل صينية مش حاجة لطيفة، لكن انا عارفة ابتكار من تيك توك. انا هعمل نظام تسخين كامل. شموع، لزق وفنجان. هنغطي النودلز بالمية ونجرب نسخنها على الشموع. هتحتاج وقت طويل جدا، ولازم تفضلوا مراقبينها علشان الفنجان البلاستيك ما يقعش على الشموع. وانا جعانة جدا. يلا يا نودلز اسخني. ده لسه ما بقتش جاهزة، لكن انا مش قادرة استنى اطول من كده. طبعا الكهرباء رجعت تاني. شكرا، لكن انا خلاص ما بقتش محتاجاها. الشباب دول عايشين مع بعض، لكن واحد منهم نشيط جدا بيقدر يجهز في 5 ثواني. والتاني بيتحرك بالبطء جدا.
انت ربطت رباط جزمتك بسرعه قوي كده ازاي؟ هو انت فعلا فلاش؟ لا، الطريقه ابسط بكتير. انا اتعلمت الابتكار ده من تيك توك اهو. بص، اعمل حلقتين. والحاجه اللي لازم تعرفها بعد كده، انا غزلت سويتر من اربطه الجزمه دي. انا قدامي يوم صعب جدا، واصعب جزء لسه ما حصلش. لسه انا محتاجه ان اقلع شرابي. اوه لا، انا مفيش عندي اي طاقه فاضله خلاص لعمل ده. تيك توك عنده ابتكار حياه للناس اللي زيي. اخلعوا شرابكم من غير ما تستخدموا ايديكم، ده مثير للاهتمام، بسيط. خلينا نجربه. اسحبوا فرده واحده لتحت بصبعكم، وبعدين الفرده التانيه، وبعدين ارموهم بعيد. دي نفعت. ايه الابتكار العبقري ده؟ انا حاسه بحاجه. الشرابات لسه موجودين تاني على رجلي. هو ده نوع من انواع السحر؟ الشرابات في كل مكان، دول احتلوا بيتي ومالوني بالطاقه. الشرابات ممكن حتى تساعدني نغسل الارض. ابتكار حياه تيك توك البسيط ده هيخلي عمليه تنظيفكم اسهل. هنضيف فردتين شراب في ممسحه بدل الفوطه العاديه، ونضفه باسلوب الديسكو. الحياه بقت مدهشه من تاني. عجبكم ابتكاراتنا للحياه من تيك توك؟ يبقى اكتبوا في التعليقات عن اي ابتكار حياه هتجربوه بنفسكم. هتطبخوا النودلز من غير نودلز؟ تربطوا اربطه جزمكم بسرعه جدا؟ ولا هتسرحوا شعركم بديودرنت؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش اي ابتكارات حياه جديده من تروم تروم.